الاسرائيليه إسرائيلي. تقوم على منع الاستقرار في في سوريا بالعموم وتحديدا في جبهه الجنوب السوري، طبعا هذا مرتبط بصوره اساسيه بملف الضفه المحتله ونقل السلاح الى الضفه، يعني المعادله التي يفترضها الاسرائيليون ومعهم ايضا الامريكيون وبعض الانظمه في المنطقه انه طالما الضفه مشتعله يبقى الجنوب السوري بصوره عامه مشتعلا ايضا ولا يجب ان يكون هناك استقرار، ربما هي دعوه الى انه التهدئه في مجال ادخال السلاح يقابلها تهدئه في مجال داخل السوري هذه المعادله ليست جديده هي قائمه منذ ما قبل 7 اكتوبر ولكن الملاحظ الان وهناك حديث اسرائيلي عن نقل جنود من غزه الى الضفه المحتله بسبب الاوضاع المتواصله في الضفه صحيح انه اعلاميا غزه اخذت كل التركيز ولكن الوضع في الضفه متفاقم امنيا وعسكريا فلذلك يفهم انه تحريك الملف مجددا في الجنوب السوري له ارتباط اساسي في الرؤيه الاسرائيليه بوضع الضفه ولا ننسى اضافه الى ذلك المعادله الامريكيه اليوم باعتبار أن الامريكي تلقى ضربه في الحدود هناك ومن الطبيعي جدا ايضا ان يساهم هو في توتير الاجواء، ربما يستغرب البعض هذا الربط ولكن هناك دائما ما لا يقال وليس بالضروره ان يكون واضحا حتى يفهم الناس أن هذا التوتر الداخلي عندما يخلق وشاهدنا 12 سنه من الحرب في سوريا كيف بدات والى اين وصلت.